اهلا بكم من جديد. وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، والمقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر واكثر من 60 نائبا، في الوقت الذي شهدت فيه اللجنة مناقشات مطولة حول عدد المقاعد الواردة بالدوائر الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية. وقسم مشروع القانون مصر الى 143 دائرة تخص الانتخابات بالنظام الفردي واربع دوائر انتخابيه للانتخاب بنظام القوائم. نشاهد تقرير عن الموضوع ثم نعود لنبدا الحوار. نرحب بضيفنا في الاستوديو الاستاذ وليد عبد الرؤوف المحامي، ومعنا عبر الهاتف الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. خلينا نبدا معاك دكتور عمرو وتعليق حضرتك على التصور الحالي اللي بيتم مناقشته في البرلمان لكيفيه تقسيم الدوائر الانتخابيه. تقسيم الدوائر يا تامر مرتبط بالنظام الانتخابي، بمعنى لما عندما جاء منذ اكثر من حوالي 3 أسابيع وتم تقسيم الدوائر، تم وضع نظام انتخابي يعتمد على نظام القائمه المطلقه، نصف النواب القائمه المطلقه والنصف بالنظام الفردي، وكلا النظامين هو جزء من نظام الاغلبي. ونظام القائمة المطلقة هو نظام معيب طبعا، لانه نظام بيأخذ بيه 4 دول بس في العالم. لانه القائمة تحصل على 51.5% من الاصوات تحصل على باقي الاصوات، وهذا يعتبر نوع من التزوير المقنع او نوع من تزوير ارادة الناخبين. وقد سبق ان لدينا قبل ذلك بالقوائم النزية، لكن هذا الامر لم يتم. على كل جرى تقسيم وزنة المقاعد القائمة المطلقة. عدد المقاعد بدلا من 180 مقعدا كانت عدد المقاعد الى 448 مقعد، بدل من 24 مقعد زاد الى 448 مقعد. يعني نظام القوائم زاد واصبح هو نصف عدد المقاعد في البرلمان. طبعا ما يلفت النظر طبعا في هناك مشكلات، لا زالت هناك مشكلات كبيره في الموضوع التقسيم. انا طلعت عليه بشكل اطلاع اولي وجدت طبعا كل الدوائر اكيد لحد المقاعد، لان طبعا كنا بنتكلم على 448 مقعد اصبحت 200 408 الذين اصبح كانت 284 كانت 200 اصبحت المقاعد الفرديه زادت في كل المحافظات، زادت. لكن اللي كان مش مفهوم على سبيل المثال انخفاض عدد المقاعد في القاهره، يعني المقاعد في القاهره كان في الانتخابات الماضيه كان 49 مقعد، الان اصبحت 31 مقعد، اصبحت 1، في حين ان كل المقاعد زي ما بقول لحضرتك في المحافظات الجمهوريه ده بالنسبه للفردي في الفردي زاد بل انا بعضها زي الوادي الجديد زي بورسعيد زي السويس زادت الى الضعف. لكن في
في محافظات محافظة زي محافظة القاهرة عدد المقاعد قل بشكل كبير يعني. طبعا بعض الاقسام حتى الشرطه مش موجوده يعني، اذا عندما تم تقسيم الى اقسام اداريه لم يكن هناك بعض الاقسام غير واضحه وغير موجوده يعني، مثلا قسم زي قسم الزمالك مش موجود، قسم زي قسم طورة مش موجود في التقسيمات الاداريه. فطبعا في مشاكل لسه في هذا الموضوع، لكن يبقى الفلسفه وفكره وجود وجود اربع دوائر فقط انتخابيه للانتخاب بالنظام القائم ده دكتور بيخلي الامور واسعه جدا يعني. مصر كلها اربع قوائم انتخابيه، دوائر واسعه جدا، الناس ممكن ما يكونوش عارفين مرشحين اصلا. بالضبط، ده الشق الاساسي بقى من اللي هو الشق الثاني من النظام المقابل للنظام الفردي، وهو موضوع القوائم المطلقه. ان تم تقسيم مصر لاربع قطاعات، منهم قطاع على سبيل المثال يعني تجوب فيه طائرات، مش تجوب فيه الخيول ولا يجوب فيه، عندما تتم وضع دائره من دائره شمال ووسط وجنوب الصعيد تشمل المحافظات الدائمه الجيزه حتى اسوان اضافه للبحر الاحمر والوادي الجديد، فدي تقريبا حوالي مساحه خمس دول مثلا يعني. اقل من 60% من مساحه مصر او اقل من 65% من مساحه مصر. طبعا لك ان تتخيل كيف يرهق المرشح في هذا، لكن طبعا يمكن ربما عزاء من وضع هذه المشروع او من وضع هذا التقسيم، عزاء الوحيد ربما يكون انه هيجرى نفس الامر اللي جرى في مجلس الشيوخ. بمعنى ان هتكون لبيئه التوافق على قائمه وخلاص، ويمتنع على القوائم الاخرى انها تتنافس مع تلك القائمه، فتصبح هذه القائمه كما لو كانت القائمه الوطنيه دي، كما لو كان تعيين مقنع. تمام. طيب انا عايز اقف معاك برضو عند فكره الاعتماد على القوائم المطلقه، وحضرتك قلت انه اربع دول بس اللي ما زالوا بيعتمدوها، لكن فكره القوائم نفسها بشكل عام، وده يعني اللي انا فاهمه لو حضرتك تصحح لي، انه القوائم بتزدهر لما يكون عندك حياه سياسيه مزدهره واحزاب كتير قادره ان هي تتنافس وتعمل قوائم وعندها امكانيات كمان ماديه وغيره، لكن سواء مبدا القوائم او حتى الامتدادات الجغرافيه الكبيره بتاعتها دي لا تتناسب ابدا مع الوضع الحزبي والوضع السياسي الحالي في مصر. انا معاك تماما، اذا كنت عايز تناقش الحياه الحزبيه طبعا النظام الفردي بيقصد الاحزاب السياسيه، حتى معمول في اوروبا، حتى البعض يقول ما معمول فيه في اوروبا حاليا، ايوه معمول فيه في اوروبا، بس بعد ما اوروبا اخذت بالنظام النسبي لعشرات السنوات، الناخب اعتاد على انه يكون محزب، انه يختار حتى ما بين المرشحين الفرديين على اساس حزبي. ايضا في الشق الخاص به القوائم المطلقه، القوائم المطلقه ايضا تقتل الاحزاب السياسيه، لانها طبعا بالتاكيد ما بتشجعش على وجود احزاب صغيره او المعارضه انها تكون ممثله. الحزب الغالب او الحزب المهيمن هو الذي يحتل 100% من الاصوات، لان بمجرد زي ما قلت لك يتامر ان تاخد 51% تاخد نوابك كلهم يدخل، واللي خد 49 ما يمثلش منه حتى نائب واحد. نظام عيب، ويعمل به اربع نظم انتخابيه في العالم فقط. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. استاذ وليد برحب بيك وجد الترحيب بيك معايا. ملاحظاتك على مشروع تقسيم الدوائر، واللي هو امتداد او يعني حلقه في سلسله طويله من فكره انه في ممارسات غلط بتمارس سياسيا، في محاوله لانه كل حاجه تمشي من غير اختيارات، احنا كدوله او احنا كأجهزة او ايا كان المسمى نقعد ونتوافق ونشوف مين اللي نقرر ان هو يدخل فيدخل بعيدا بقى عن اي اعتبارات تانية. اعتقد ان هذا التعديل الذي حدث على القانون والذي وافق عليه مجلس الشعب اليوم هو استمرار كما ذكر دكتور عمر هاشم وكما ذكرت انت، هو استمرار لسيطرة وهيمنة السلطة التنفيذية على كافة السلطات الأخرى المتواجدة في مصر. فكما يعني شاهدنا في انتخابات مجلس الشيوخ اللي جرت من فترة، هي قائمة واحدة
يعني كانت ورقة الاقتراع، كانت ورقة يعني والله يعني كان تثير الضحك. يعني أنت داخل تنتخب وفي ورقة الاقتراع رمز واحد لقائمة واحدة لشخص واحد. أنا متأكد إن 9% اللي راحوا انتخبوا لا يعلموا من موجود في هذه القائمة ومن على هذه القائمة. طب ما موضوع مش القوائم طبيعي انه الاختيار في نظام القوائم بيكون اختيار بين برامج وبين احزاب بعيدا حتى عن الاشخاص؟ يعني ممكن اكون انا مش وهل عارف هناك اصلا برامج أو أحزاب؟ الاسماء المرشحه طيب كاسماء، وهل لكن هناك انا بنحاز للمرشح بتاع القائمه بتاع الحزب الفلاني. ده الطبيعي طبعا، احنا ما رئيس فيهاش الجمهورية مشكله. بتاعنا ما ملوش برنامج انتخابي. رئيس جمهورية مصر العربية لم يقدم برنامج انتخابي حتى يتسنى للجمهور أن ينتخب بناء عليه، انا وهو بتكلم قال في فلسفه بنفسه. القوائم يعني. يعني ده من المفترض، بالظبط. هذا هو المفترض. ولكن عندما نرى في هذه التقسيمة في القوائم المطلقة المغلقة والمطلقة، وتقسيم مصر إلى 4 دوائر انتخابية وفقط، وزي ما الدكتور عمر هاشم ذكر بالفعل في قائمة من القوائم من الجيزة لأسوان ومن البحر الأحمر للوادي الجديد، يعني ثلثي مساحة مصر في قائمة قائمة واحدة. واحدة. يعني من المفترض أن الناخب اللي موجود في أسوان هيصوت على نائب، على 100 نائب في هذه القائمة من الجيزة لأسوان. ده بعيد عن يعني النواب كمان الأحزاب، يعني لو أنت بتعمل النظام ده فعايز تعمل أي حزب سياسي اللي يقدر ينافس بوضع زي ده، أي حتى مجموعة أحزاب صغيرة كبيرة حتى لو ما لكن ما لهاش احنا علاقة مش قوي بالدولة، هنضحك على بعض، احنا مش هتنافس هنضحك على إزاي بعض، طب احنا وهتخرج مش إزاي؟ هنضحك على بعض. بس عشان الخلاصة في هذا الأمر، أن السلطة التنفيذية حاليا بعد التعديلات الدستورية الأخيرة تريد أن تبسط سيطرتها، أو بالفعل بسطت سيطرتها على كافة السلطات الأخرى، من سلطة قضائية بعد التعديلات الدستورية وقلصت الكثير من صلاحيات السلطة القضائية، وها هو السلطة التشريعية بعد مجلس 2015، مجلس دكتور علي عبد العال. يعني نحن على أبواب مجلس آخر يديم بالولاء المطلق والتام للسلطة. ليس لن تكون هناك أصوات معارضة. يعني أنا متوقع إن مجموعة من النواب التي كانوا صوت المعارضة في المجلس السابق، أعتقد أنهم لن يتم انتخابهم طب ليه في مش هذا هما المجلس. يدخلوا فردي وخلاص انسى القوائم في النهاية؟ تقسيم لو الدوائر هنتكلم على الفردية، الكيان المعارض الأبرز يعني داخل تقسيم الدوائر البرلمان الفردية، اللي هو 25 30 هيكونوا موجودين تقريبا في نفس الدوائر اللي هما طيب بيدخلوا فيها. ما هي فلسفة تقسيم الدوائر الانتخابية الفردية؟ الفلسفة إن منطقة محددة أو منطقة سكنية محددة، هنتكلم عن المناطق السكنية مش المناطق القبلية أو ما شابه، لكن منطقة سكنية محددة يمثلها ابن من أبناء هذه الدائرة، بعد توسعة الدوائر الانتخابية أصبح هناك إشكالية حقيقية في لكل مرشح أن يغطي هذه الدائرة الانتخابية. مطلوب منه أن يضاعف المنفق في الدعاية الانتخابية حتى يصل إلى الجميع، مطالب منه أن ينافس عدد أكبر من المتواجدين، مطلوب منه أن يذهب إلى كتلة انتخابية ليس بينه وبينه أي علاقة سابقة، حتى يستطيع أن يعني يقنعهم به. فأعتقد أن ما يجري حاليا هو لفرض مرشحين بعينهم يمتلكون الإمكانيات، أو الدولة سوف تساعدهم لكي يمتلكوا الإمكانيات، ليتم إزاحة مجموعة. يعني دوائر كفر الشيخ تحديدا اللي منها النائب أحمد أحمد طنطاوي طنطاوي. تم توسعتها بشكل، أو تم هندسة هذه الدوائر بشكل. أنا من وجهة نظري أن النائب أحمد طنطاوي برغم أنه سوف يكون منافس قوي وشرس، ولكن أعتقد أنه لن يستطيع أن يحصل على مقعده للمرة أخرى، لأنه سبب للسلطة في الفترة السابقة، سبب لهم الكثير من الصداع. طيب ما هو عندنا التجربة مثلا بتاعت انتخابات مجلس الشورى أو الشيوخ،
عندها تجربة لدخول نواب أو مرشحين لأحزاب بين قوسين معارضة تابعين بقى للحركة المدنية الديمقراطية باعتبار الجناح يعني الأبرز، زي مثلا حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب الإصلاح والتنمية وغيره، دول موجودين في الحركة أو المعارضة ممثله بنواب داخل القائمة اللي هي محسوبة على الدولة. طب ممكن، طب ما أنا الدولة هو حريصة أن يكون عندي نواب معارضين. والله مش عارف اقول ايه بصراحه، ولكن ما جرى في انتخابات مجلس الشيوخ انا ارى انه اولا هو مجلس بلا اي صلاحيات، هو مجلس استشاري وفقط، فهو مجلس للترضيه، لترضيه من دخل وزياده النفقات، يعني سوف يتم التحميل على ميزانيه الدوله لزياده النفقات لهذا المجلس. كل المتواجدين داخله حتى ولو كانوا معارضين، ما هو الثقل لهؤلاء النواب؟ ما هو الثقل لهذا المجلس وهو مجلس في مجمله لا بديك هو نموذج مجلس؟ بس على فكرة ان احنا ممكن ندخل في الدوائر ناس محسوبين على او في أنا لا القوائم ناس محسوبين أعتقد على المعارضة أنا لا انها تكون أعتقد ممثلة. أنا لا أعتقد أن السلطة الحالية في مصر تريد أن تدخل أي نوع من أنواع المعارضة. هي سيطرت بشكل كامل على غرفتي البرلمان في مصر، سيطرت على مجلس الشيوخ، وأعتقد أن تشكيل مجلس الشيوخ، أنا أتحدى أن حد يذكر 4 أو 5 أسماء من المتواجدين داخل مجلس الشيوخ. ومجلس النواب وانتخابات مجلس النواب المزمع عقدها في ديسمبر القادم، أعتقد أنها سوف تكون على نفس شاكلة مجلس الشيوخ، حتى يتسنى رئيس السلطة التنفيذية بسط سيطرته على كافة مناحي السلطة في مصر، فهو يمتلك السلطة التنفيذية وسيطر على السلطة القضائية، وهو الآن سوف يسيطر بشكل مطلق على السلطة التشريعية. عموما يعني في انتظار الشكل النهائي اللي هيخرج بيه قانون توزيع الدوائر في او تقسيم الدوائر في البرلمان، وفي انتظار طبعا يعني ما سيحدث حتى في الانتخابات المقبلة والشكل اللي هيكون عليه البرلمان الجديد.